هؤلاء الذين يدخلون الفرح والسرور على قلوب المسلمين، هؤلاء الذين ينفقون آناء الليل وأطراف النهار، هؤلاء الذين يفكرون إذا كانت بهم خصاصة، يفكرون لو كان عندهم ليفعلوا الخير. ربي يحفظكم إن شاء الله، ربي يخليكم إن شاء الله، كما فرحتوا ذي العائلة، ربي يحفظكم إن شاء الله. ما قلت لك في حياتنا بالك ما حلمناش بهذا السكنة تصنع ولا تبسي تفرح كما فرحتونا أنتم، ربي يفرحكم إن شاء الله. بهذه النماذج نستطيع أن نرقى، بهذه النماذج نستطيع أن ننتصر، بهذه النماذج نستطيع أن نكون حقيقة فخورين بأننا جزائريين. الله يحفظ كل واحد لابغى سامي بالدعاء، إن شاء الله يلقاه أحيى مدو يلقاه في الجنة إن شاء الله. ربي يخلصكم إن شاء الله، ورئيس الجمعية الله يحفظه، ربي يستر إن شاء الله. من أول انطلاقة هذا البرنامج هدفنا هو جمع جميع الجزائريين على الخير، وتفاعل جميع الجزائريين على الخير، لينظر القوي إلى الضعيف، وينظر الصحيح إلى المريض، وينظر الغني إلى الفقير، ومن هنا نصنع ما قالنا ربي عز وجل عليه في سورة المائدة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيبوا الحشيش ولا واش؟ طيبوا الحشيش، ندير نجيبوا الحشيش نجمروه من الجندمر نجمروه من الخلاوي نجيبوا نقزموه نحطوه يطيب نطلعوا عليه نعيشوا ناكلوه. تاكلوا الحشيش؟ إيه. وافعلوا الخير في موسم العاشر مع الشيخ فيزازي، سهرة التنين 9:30 العشية على شروق تي في.